إغلاقه معناه الحكم بالموت على المرضى. مستشفى النجار يتوقف عن تقديم خدماته في رفح، حيث تم إخلاء المستشفى في ظل تهديد إسرائيل باجتياح المنطقة التي يقع فيها المستشفى، وذلك بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. لقد أجبر المستشفى على وقف عمله بعد قطع طريق المساعدات الحيوية بسبب إغلاق المعبر من قبل القوات الإسرائيلية. فهذه الكاميرات تجولت بمستشفى أبو يوسف النجار الذي شوهد مهجوراً، وكأن أهل غزة ينقصهم ألم فوق آلامهم منذ بداية الحرب. فمن عاش وهو بين جدران ذلك المستشفى لا يعرف له الآن وجهة ثانية، لا داخل القطاع ولا حتى خارجه. وضع حرج لنظام الرعاية الصحية المتعثر أصلاً في القطاع. بعد إغلاق معبر رفح، الآن يجب أن يتم تحويل مرضانا إلى الخارج. الآن لا يمكن أن يمروا عبر معبر رفح، ولا يمكن أن تصل المساعدات من الإمدادات الطبية والأدوية التي هي الآن بحاجة ماسة داخل رفح للمستشفيات الميدانية والمستشفيات الأخرى، ولكنها الآن مغلقة تماماً. لا أحد يستطيع الوصول إلى هناك، حتى الوقود الذي هو مهم جداً لهذه المستشفيات لتشغيلها. نحن الآن في وضع حرج، كيف نتدبر أمورنا بدون وقود وبدون مولدات كهربائية؟ مسؤولون بالمستشفى قالوا إن نحو 200 مريض من مستشفى أبو يوسف النجار في رفح الواقع في منطقة حددها الجيش الإسرائيلي كمنطقة قتال اضطروا للإخلاء إلى غرب المدينة بعد تلقيهم نداءات تحذرهم من المغادرة، وبذلك تصبح غزة الآن بلا مستشفيات فعلياً. فبعد خروج مستشفى النجار عن الخدمة وخروج المستشفى الكويتي عن الخدمة واستقبال المستشفى الكويتي للحالات الطارئة وحالات الإصابات فقط، أصبح الاعتماد الآن على المستشفيات الميدانية فقط. لا توجد مستشفيات فعالة الآن، فمستشفى النجار خارج الخدمة والمستشفى الكويتي فقط للإصابات والطوارئ. ليس لدينا أسرة ولا مستشفيات للتحويل، خاصة للحالات الحرجة، لمرضى جراحة المخ والأعصاب ولمرضى العناية المركزة. نحيلهم إلى المستشفى الأوروبي الذي لا يمكن الوصول إليه الآن، ونحيلهم إلى المستشفيات الميدانية، على سبيل المثال إلى المركز الطبي الدولي والمستشفيات الأخرى والمستشفيات الميدانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي غير جاهزة، لم تفتح حتى الآن. لكن المركز الطبي الدولي جاهز، ولكن للحالات الجراحية فقط وليس للعناية المركزة، وليس لحالات جراحة المخ والأعصاب أو الأوعية الدموية. لذلك لا يوجد أي مكان لتحويل المرضى داخل رفح. الوضع هو معظم الحالات الحرجة يموتون في المستشفيات الميدانية، يموتون في المستشفيات الميدانية في الكويت والمستشفيات الميدانية الأخرى. الصحة الفلسطينية أكدت أن إغلاق معبر رفح جريمة قتل وإبادة جماعية لآلاف المرضى والجرحى، خاصة أن هناك أكثر من 11,000 جريح بحاجة إلى عمليات علاجية عاجلة خارج مستشفيات القطاع، وأن هناك أكثر من 350,000 مصاب بأمراض مزمنة في القطاع، معظمهم لم يتلقوا علاجهم ويموتون ببطء، خاصة مرضى السرطان والكلى والحروق الناجمة عن استخدام تل أبيب أسلحة محرمة دولياً بحسب الصحة الفلسطينية.